مونونيجوفيراليس اللي هي الفيلوفيردي. الفيلوفيردي اللي بتحتوي على تو فيروسز بيعتبروهم ذا موست ليثال فيروسز تو هيومنز. اوكي، فالفيلوفيردي، فيروسات الفيلوفيردي they can cause disease in humans and non-human primates like chimpanzee and gorilla. Now, they have high mortality rate and they have rapid tissue damage to the cells of the body. Now, it's known that the bats actually the reservoir for those viruses, الفيلوفيريدي, اللي هم بالحالة إيبولا viruses and Marburg viruses. فالباتس, الفروت باتس, mainly الفروت باتس, they are the reservoir. Then sometimes we have monkeys, then the human, or مباشرة من bats to the humans, high transmission cycle for those viruses. Now, simply because they have high fatality rate in human, they are considered biosafety level 4 pathogens. Okay, guys, يعني حتى الفيروس اللي هو Marburg virus حاليا عم بيعمل outbreak بأفريقيا, واسمه زي ما انتم شايفين Marburg. Marburg من 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 اكشن من بلدة ألمانية, يعني اكتشفوه في افريقيا, واخذوا العينات لالمانيا ليشوفوا هاي العينات شو هي. فاثناء شغلهم عليها بالمختبر, الناس اللي بالمختبر اصيبوا بهذا الفيروس ماتوا, فسموا هذا الفيروس على اسم البلده الالمانيه الموجود فيها هذا المختبر. فايبولا فيروسز اند ماربورغ فيروسز ار بوث بايوسيفتي ليفل 4 باثوجينز, معامل الامان تاعهم اربعه, اللي هو ذا هايست ليفل of biosecurity بالنسبة للفيروسات. وهذا بنطبق على الفيروسات that has high mortality rate or viruses that can transmit very 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 efficiently between humans or new viruses that we don't know their transmission dynamics yet. Like مثلا كورونا, كورونا كوفيد 19 أول ما بلش كان biosafety level 4, بعدين نزل 3, بعدين الآن 2, حسب كيف عرفنا الداينامكس تاع الترانسميشن تاعه. anyway, الفيلوفيريدي جايز حكينا عنها انها عباره عن فيروسات ذات شكل خطي, تعمل thread like shape. فالشكل الخطي هذا بيحتوي على different proteins. البروتين المهم الموجود على سطح الفيروس اللي هو الجلايكوبروتين, اللي هو بالحاله هاي جي بي بروتين. فالجلايكوبروتين هو الميجر بروتين for the attachment and for the entry of the virus. Then we have minor nucleoprotein. This minor nucleoprotein guys بكون داخل, بكون actually بعمل protection and wrapping الجينوم. وفي عندنا ال major one هو النucleoprotein. فعندنا nucleoprotein N, هذا ال major one, وفي عندنا ال minor, and both they are wrapping the genome. بالحالة هاي ال RNA polymerase. Now ال RNA polymerase برضو في عندنا بروتين هو الارن بوليمريز بحالها اسمه ال. اوكي, وفي كمان بروتين اخر بيساعده بسموه بوليمريز كومبلكس بي بي 35. those actually act both as ارن بوليمريز for this family, لكن الاصل هذا اللي هو ال وبيساعده كاكسس بروتين بوليمريز كومبلكس بروتين بي بي 35. فصار في عندنا 3 ستراكشر بروتينز, جلايكوبروتين موجود على السطح, نيوكليوبروتين, ماينر نيوكليوبروتين, وفي عندنا two polymerases, the major one the RNA polymerase L and this polymerase complex protein. وفي عندنا الماتريكس بروتين, اللون البني اللي انت شايفينه هون الباطينة فعليا الشكل الخارجي للفيروس هو الماتريكس ال VB40. وفي عندنا ماينر ماتريكس بروتين VB24. فبالتالي تقريبا في عندنا 5 major structure proteins and 2 non-structure proteins for this family. Okay guys, فالفيروس زي ما حكينا polymorphic in shape appearing in electron microscopy as long filamentous form. Okay, باخذ اشياء متعدده. ممكن يوصل طول هذا الفيروس من 800 نانومتر بالنسبه للمارك فيروس الى غايه 1000 نانومتر بالنسبه للايبولا فيروس. فتقريبا يعتبر من اطول الفيروسات اللي ممكن نشوفها تحت الميكروسكوب. Now we have to always be careful that this virus actually has envelope and for sure has helical symmetry. The genome size بتراوح تقريبا لغاية 19.1 كيلو بيس بير. Okay, and زي ما حكينا هو extremely cytopathic and can cause طبعا cytoplasmic replication. وزي ما حكينا ممكن
يترك انترا سايتوبلازم كولوجين بوديز اند بيعمل بادينج فروم ذا بلازما ميمبرين اثناء عمليه ريبليكيشن. ناو كلاسيفيكيشن بالنسبه لهي الفاميلي جدا بسيط, and we have two genera. The first one is Marburg viruses and including just one virus. The second one is Ebola viruses with four different species. في عندنا السودان إيبولا فيروس, زائير إيبولا فيروس, في عندنا ريستون, في عندنا كودوفار إيبولا فيروسز. فماربرغ has only just one virus حاليا منتشر للأسف. يعني ماربرغ تقريبا الناس نسيته أو العلماء نسيوه من 1960. اتفاجأنا قبل حوالي كم شهر انه عم بينتشر حاليا ان سمول اوت بريكس موجود في افريقيا. فللاسف مارك فيروس رجع مره ثانيه ينتشر في افريقيا. بالسنوات الماضيه من 2012 لغايه 2021 كان ايبولا فيروس هو الاكثر انتشارا في افريقيا. وطبعا في صار في امبورتيشن لكيسز, يعني ناس ينصابوا مثلا يكونوا بالانكويشن بيريود ويروحوا بعدين مثلا لاوروبا لامريكا ويصير في عندهم الايبولا. وصار في امبورتد كيسز من افريقيا لدول مختلفه من العالم. فالإيبولا فيروسز we have four of them: سودان, زائر, ريستون, and كودوفار, and they differ in their mortalities. فمش كلياتهم عندهم نفس المورتاليتي in human. Okay guys, فنقطة بالنسبة لهم مهمة جدا. Now كجينوم وايز زي ما حكينا في عندنا ال L اللي هو الميجر ار ان بوليميريز, في عندنا VB24, VB30, جلاج بروتين, VB40, VB35 and NB. هذا بالنسبة للمرض فيروس. والزائر والإيبولا فيروس تحتيه تقريبا has the same organization or the same proteins. ما راح نخش فيهم كثير, بس تعرفوا لي انه في عندنا ال ار ان بوليميريز ذا موست امبورتنت وان, والجلايكو بروتين فور شور از ذا سيم ان بوث مابريك اند ايبولا. دي كوز وات كولد فايرال هيموراجيك فيفر, بما كمان انسيفالايتس, يعني هو هيموراجيك انسيفالايتس فيفر معناته بيعمل damage to the brain or inflammation to the brain with high fever and بصير في عندنا للأسف نزول دم من sometimes من nostril of the infected humans. Okay, it's highly lethal and feared to be zoonotic diseases simply because أصله كان من البats وبالتالي وصل للإنسان فبالتالي هو zoonotic disease. المورتاليتي زي ما حكينا is high up to 80% with Marburg viruses, 60 with the Sudan Ebola virus, and 90 with Zaire Ebola viruses. The mortality is still very high, لكن تختلف from species to species. هاي خارطة قديمة شوية بتوضح من 2014, بتوضح انتشار Ebola viruses in different African countries. I think بالحالة كانت هنا في عندنا سيراليون, كان في عندنا ليبيريا, كان في عندنا كودوفار, كان في عندنا غينيا أو غينيا الاستوائية, غينيا بيساو وغينيا. فانتشاره بيكون عادة محدود في الدول الأفريقية. وزي ما حكينا sometimes we have imported cases, يعني مثلا هنا في عندنا cases في إسبانيا, cases في أمريكا. أوكي, لأنه صار في انتقال للإنسان المصاب أثناء عملية الانكوبيشن بيريود انتقل إلى دول ثانية وصار في عنده هذا الديزيز. فبالنسبة للفيلو فيروسز they are the most lethal viruses for humans. Okay guys, في سؤال على الفاميلي هاي الشباب صبايا؟ Okay, if not we will move to the ortho. Ortho Myxoviruses. Orthomyxovirus guys family is a negative sense لكن segmented, فبالتالي it's not ضمن المونونيغوفيرالس. المونونيغوفيرالس they are non-segmented, they have single stranded negative sense genome, لكن الأورثو هو segmented negative sense genome with RNA polymerase دائما موجود معهم. ف this family is a negative sense single strand RNA viruses that are smaller than paramyxo viruses and their genome is segmented. Okay guys, انا في عندي شغله صارت هسه فبجوز نعمل هيك توقيف تقريبا ثلث ساعه وبعدين I will see you guys. Okay, sorry guys for this. I'll stop now.
بلكي رجعت يعني معكم على 7:30 إن شاء الله. Sorry for this interruption. Sorry guys. خليكم بالمحاضرة، إذا صار إشي ببلغ زين عن طريق التليفون. Thank you guys. See you.